يعني بتصور حدا بيشتري لوحاتي او الوطنيه او الزبائن، يعني المفروض انه بيضع اللوحه تبعه يعني مش على جدران البيت تبعه، على جدار القلب. وانا بتمنى او ممكن انفذها في المستقبل، اي بيع لوحه يلزم لاحقوا علي شهاده حسن سلوك، علاقته لطيفه مع المجتمع تبعه، علاقته مع والدته حتى يتم البيع. الانجاز لا اريدهم على الاطلاق ان يقتلوا لوحاتي.